سمايل راسك فكرك ان شاء الله. كاع الشعب الامازيغي وهذا هو الوصول الامازيغي عزيزين عليا بزاف، وكنحاول واخا ما نوصلش عليهم الضوء بزاف في لي ميديا. ايتما ديستما عندنا ديك من الاخير ان شاء الله، لكن اللي كنا سميت ما ديستما بلي مش كاع غاسل زعما اللي في مو في المغرب ويب اوورد غاسل كي زعما اسم الدراري اجر ميكا سيز بي اللي بنت تلقى ما ديتي في الاسبانيين بك تنربي بيتي كي ديال الساعه اللي غنفطر غادي ان شاء الله زعما شي الحياه الحسن الا بقى غادي تيت مال اسماعيل اللي ما كاينش ديال اوكي اسماعيل غير نكبيز حماس الترامواي حماس العين ديال ان شاء الله غادي ماري زعما شي فيلمو صباحتي القمر ونصور حق غراس ليه نوشكا زعما كازا غادي ماري حماس الاكادير ولكن دوماج القمر ونصور حق غراس لا والو السمو كانت الا زاد المسائل الحمد لله الا نزل بغيتي لقى الجو يتجيج بزاف الشاب هاد الدراري حاج درزا غادي موبيلي هالي فيلمو وفا الحمد لله الحمد لله فيلمو هاتي انا ما قاعد اوكنس غير لقيت مالكش من زمان اللي فين مو هاتي نومز لي باج دا تفرخينا الحماس لا كوي راهم تقدم حاجه ما تخليدي صح هذاك ما تخليدي سولت فول كيلو لا هذيك الخير ما تخليدي لقى فيناليست حماس الكاتيجوري سبور دوك لاف ان شاء الله نتري وي تروفي احنا ربي الفرحت دوك لاف دوك لاف السياسي لا هذيك الخير وانت تشجع هذه وين تقاطع اللي بلوغ نص هذه وين تقاطع تشجعي لا تقلق يلا بقى ما ديت ما ديسمعني ما كتلنا ربي داك لي زعما يتبقى الجويستيك بزاف سوق يا سلام يا سلام يا سلام صراحه انا ديال شكون تهما طعمه ولا تهما عزيز اسبان ان شاء الله داك الشيء اللي عمل نحكي لنا ربي الجو صراحه ديال بشي بزاف غينا الجويستيك بهرا بهرا هذه اللي حكم هذا وسبب الجلود بكلا عليك اهلا مرحبا بكم انا ما توت بكلا عليك اخويا لازم صراحه شكرا الامازيغي كاع الشعب الامازيغي وهذا الامازيغيه عزيزين عليا بزاف وكنحاول واخا ما نوصلش عليهم الضوء بزاف في لي ميديا نتصل بهم ونتعامل معاهم نعز ونصر تبارك الله عليك ميرسي بوكو خويا تبارك الله عليك العز نفطر ان شاء الله باش نكشف لهاد الدراري عايز ميلي يحتاج ما ياسين ترجع ساتوس تبارك الله ياسين صباح الخير ما غنفهم والو هضر معايا في لونجلي How are you? I'm fine, and you? الحمد لله الله يكرمك نعمل كلشي مزيان الله يعافيك الحمد لله دوك الله فلاك تاك مات ياسين اسكار لي بودكاست دابا كيسبني كيسبني عرفت انت دوك الله فلاك اسكار لي بودكاست فول كينين دابا تسعينا كنت تصل على 30 ان شاء الله في الديسكريبشن وا ما فهمت والو الصراحه ولا راه ساطاس كيدير فلوكات زوينين تهلاو فيه والله يا خوتي حتى كيدير فيديوهات زوينين واحد الله هذا مدبوح مدبوح والله العظيم اللي كيجيبهم يكذبوا شد الدرك والله شي حاجه زعما نقيه اصاحبي خدمه نقيه عنده خصو تشجع على الصراحه كونت زوين عرفتي علاش كيدير شي حوايج باللغه ماشي كلشي كيهضر بها اه ولي قلتي لي كيهضر بالشلحه اه واحد الحاجه الدراري راه ما كاينش شي واحد داير يوتيوب ديال الشلحه هذا السيد هذا يعني تصريح ونكشفوا عليه ان شاء الله دابا قول لي
واحد السوق على الشلحه بحال اللي في الريف بحال اللي يفهموك الريال فهاد الشلحه ديال الخميسات الشلحه ولا العربيه ماشي كاينه الى الدرسي بها. المهم الدراري عاونوا هذا السيد هذا ان شاء الله تبارك الله عليك. وتامنوا عندي من 07 صباح متبل مقدم ان شاء الله نشوف عليكم الدراري لاز مقدم ان شاء الله تكشف الدرسه ما صلاش ني تبارك الله بداس الدعمات غير هذا ما قالتك مات ياسير واش 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 انا كاد الناس اللي كيشوف باغيين يكونوا كرياتيف ولا شي حاجه كذا بقا تشوف داك الحوايج اللي بانا راهم اللي فيهم حوايج واعرين هذه تمنيت يحتاج مات محمد بقا لا حتىك مالو انا نسنا التصوير انا بغيت كنسنا التصوير ديالها المهم طلبنا في الري طلبنا في الري عاونوا في لايك تاعكم سبسكرايب ديزابوني اي حاجه ممكن انها تفيده عاونوا بها ما تدخلوش عليه راه فضلكم نتوما يمكن لا يوصل ولا بكم نتوما راه يمكن يدير حتى شي حاجه باك لا فلاك التكيلات ديال كونتيني فور كي بزاف بزاف باك لا فلاك هذه واحد كونتيني سوي بزاف بارك الله فيك هذيك راه كمل الله يسخر ليك الله يبارك لك شنو القصه اخويا اش حبي باشي محالك الشاشاتك يا خويا لفان لفان الله يا فراس الله يا سلام الله بلا تاك ما انت غاني ايغا اونتي كيف جي جي الله بلا تاك الله بلا تاك سكر الله بلا تاك ما انت غاني بركه لنرتقي علي هذه الحمله اللي كندار كندار حمله زوينه بزاف وعجبتني تفرجت في الفيديو تبارك الله عليه خلود العكس هذا هذا مزيان واحد ميساج بعدا ايه بالروج ونطلع عليه بشويه ما كانتش خربت دابا هنا
ماشي وصلنا حتى انا مدي شحال من واحد قال لي انتم مشيتوا تديروا النصائح لا داكشي اللي كان قلنا لكم من الاحسن تقول لينا راك مزيان ولا ما مزيانش مزيانه عندنا حنا ولكن ماشي تدخل عند شي كنت اللي هاجي لحيت دارت فضيحة تاع فلان ولا فلانة ولا طلع عني طلع عني دابا مش هذا شرا كاميرا غادي يخدم طيب مر هادي هذا كذلك هذا شحال من واحد شري كاميرا ب 2000 درهم باكري دام ماشي مشكل هاد الخدمة ان شاء الله غادي تخلصها وهاكا نقرا وما عنديش لا بورس ومحكني وشحال ضعيفة يكون خير ان شاء الله صيفطوا له التمرين شكرا بالله عليكم بغيت عليك باش تعاود دير دوناشن اخلي الدوناشن ديالي تحت اللي بغيت تعاون معايا الله يرحم والديك بسم الله دولار الواحد بسم الله السعايه بالمزيان بغيت عليكم اخويا اسماعيل بادي عبد الله يا اخويا تحيه عندي كل اخوتي لاباس